أتوقع أن صورة الهوية تعتبر أزمة للكثير حول العالم، يعني فعليا ما أعتقد أنه في ناس يمكن كثير مو هم راضين عن صورة هويتهم، إلا أنا راضية جدا جداً عن صورة الهوية الأمانة، ولكن يمكن في ناس كمان قاعدة تقول أنه هذا الموضوع سبب أزمة، عشان كذا الناس قاعدة تعوض في مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وسناب والى اخره. طبعا كلنا قاعدين نهتم في حساباتنا وصورنا واسمنا اللي قاعدين نستخدمه على السوشيال ميديا، وهذا شيء طبيعي، لكن قبل ما نحكي عن هذا الموضوع خلينا نسمع ليش اخترتوا اسمكم وصوره اسمكم، هذه صعبه يعني، صورتكم خلينا نقول اللي موجوده على السوشيال ميديا في كل رايك. لا انا بختار الاسم الحقيقي والصوره بتاعتي اللي هي اللي بتبين وشي، عشان الناس تعرف ان انا، ان الناس لما تيجي تحاول ان هي تعمل سيرش بالاسم بتعرف ان انا، ولا ايه السبب ان الواحد يخبي صورته يعني او يحط اسمه مستعار؟ اول شيء اسمي مستعار طبعا، والصوره من حاط سيفين ونخله من دافع الوطنيه طبعا. الاسم ما له معنى والله، كذا حبينا نطقم انا وواحد من اخوياي. بالنسبه لصورتي هي نفس الصورة الشخصية اللي تمثلني أصلا، والاسم اسم من زمان يعني في بالي وحبيته وحبيت استمر فيه. هلا اسمي هو اسم الدلع مانو الاسم الحقيقي أول شيء. الصورة هي إيموجي بس هي قريبة كثير من شكلي، يعني ماني مغيرة كثير فيها. الصورة من ناحية الصورة أنا حاط صورة محمد بن سلمان الله يحفظه طول بعمره، كلنا قائد وشيء أنا يعجبني يعني. واسمي خالد رويلي، احس طبيعي. اي والله يا خالد رويلي انك صادق، يعني هذا طبيعي ان الواحد يحط اسمه. انا ما اعرف ليش الناس تحط اسامي مستعاره، انا اي حساب مستعار انا ما اثق في، يعني ما اثق في محتواهم ولا اثق انه انا يعني اسوي لهم فولو ولا احكي معاهم ولا اعلق عليهم ولا شيء، لانه الموضوع يخوف. الحين السوشيال ميديا اصبحت مو مجرد للترفيه للامانه، اصبحت السوشيال ميديا عباره عن هويتك انت، وش شخصيتك، ايش شخصيتك الحقيقيه. يعني طبعا كل تطبيق ويعني خلينا نقول مجاله وكل تطبيق ومحتواه، لكن مثلا تويتر انا اشوف يعبر عن الشخص وتفكيره واهتماماته واولوياته والاشياء اللي هو يهتم فيها، شوي رسمي. السناب شخصيه الواحد طبيعيه في بيته مع اصحابه، رايح جاي مسافر ايا كان. الانستغرام يعني الصور اللي خلينا نقول الاحترافيه اكثر والمرتبه. بس هذا من ناحيه الاسم، يعني انا ما احب الاسماء ولاني مع الاسماء اللي خلينا نقول مستعاره. الصور افهم اذا في بعض الناس ما تحب تحط صورها خصوصا البنات، افهم جدا، لكن الشباب احس انهم المفروض انهم يحطون صورتهم. طبيعي اذا ما عنده شيء غلط ولا عنده خلينا نقول خطط معينه او انه يؤذي الناس او يتلفظ عليهم او انه يسوي شيء غلط او مخالف. بالعكس انا اشوف يعني الواحد المفروض يكون واضح وصريح، لانه على فكره ترى حتى الحين في شركات، ما ادري اذا يا اودي تعرفين هذا الموضوع ولا، لكن في شركات الان مثلا قدمتي على وظيفه في شركه ما، ترى يروحون يدورون على اسمك في تويتر، صح، في انستغرام، في سناب، يتابعونك يشوفون انت ايش محتواك، يشوفون هل انت في يوم من الايام راح تسيئين الشركة أنت كمحتوى كأسلوب كهذا. فما أدري، أنا أشوف أنه جدا مهم اسمك ومحتواك ومصداقيتك، حتى لو أنت إنسان مش مشهور أو مو إنسان على خلنا نقول إعلامي أو سوشيال ميديا. بالعكس كثير ناس أطباء وسياسيين وناس كتاب وإلى آخره موجودين بكل صراحة ووضوح. أنت إيش رأيك؟ شوفي يمكن أنا من زمان، لو نسأل ذا السؤال من قبل زمان زمان، يعني خلينا نقول من أول ما بدأت السوشيال ميديا من 2011 تقريبا 2010، يمكن الناس خاصة البنات كانوا يتخوفون، ما كان عندنا ذا الانفتاح يا مها اللي احنا قاعدين نشوفه الآن. فأشوف كثير نسمي الأسماء مستعارة، بنات أو عيال. بس المشكلة ما عندي بالاسم المستعار، والمشكلة مي عندي بالصورة، المشكلة من يتخلك باسم مستعار وقليل أدب وقليل ذوق. هنا أنا أنقهر أنه يعني ليش مستخل باسمك، طب وتكون بدا الشخصية الجميلة اللي أنت قاعد تكتب فيها أو تكتب فيها كومنتات غير لائقة، أسلوب يكون همجي أسلوب. فأنا هنا الآن ما أثق فيهم اللي يحطون أسماء مستعارة نهائي، ولا وأخاف أني أنا صراحة أني أنا أتواصل مع أي أحد أنه عنده اسم مستعار. بس قبل أتكلم عن قبل، أشوف أنه يعني حرام. انه كان قبل ترى عن 15 سنه، ايام حتى ما كان الكمبيوتر يعني كل العائله تستخدمه. لا انا اتكلم من بدايه الانستغرام،
ما من بداية الانستغرام والسناب شات خلينا نقول من 2010 2011 تقريبا بدوهم. اوكي فخلينا من ذي وبدت الاسماء المستعارة بدت الصور المستعارة بدت ذي الاشياء. انا احس اللي يحط اسم مستعار عنده بلا صراحة. لا اول يعني احس عندهم بلا يعني ما قلت شوفي البنت يعني تتكلمي على البنت انا افهم وقلت في بداية كلامي قلت مرة افهم البنت اللي ما تحط صورتها احنا يعني مجتمع محافظ وفي بنات يخافون مثلا على صورهم او ما تبغى يعني توضح شخصيتها بس الاسم على الاقل حطي اسمك الاول انه طبيعي يعني ما له داعي تحطين اسمك قهوة ولا اسمك تفاحة ولا وردة يعني فهمت شو اقصد في ناس تصل لهالمرحلة فما ادري يعني انا صراحة اي اتفق يعني كثير في موضوع انه لا هذه الحسابات انا احسهم اليوم احنا نتكلم على اليوم اي اليوم يخوف مرة يخوف الصراحة اي يعني احس يعني حتى في بعض الناس تحط اسماء مستعارة عشان مثلا هي بينها وبين احد شيء فتروح مثلا تتنمر عليه او تقذف او تقول كلام ما ينقال يعني شوفي في اسماء مستعارة كثير اي في اسماء مستعارة كثير معروفة ومشهورة حتى ما نعرف وش اسمائهم الصدقية صح عرفت يعني زي كثير من الشعار احنا قاعدين نشوفهم داخلين باسماء مستعارة مع انه يبغى يحافظ على خصوصيته بالضبط مع انه بعضهم يقولون لا احنا عارفين هو مين بس خلاص مسك على هذا الاسم المستعار وحاب انه هو يستمر فيه اتذكر ايام الكلب هاوس كان في واحد طالع باسم مستعار وفجأة واحد طلع على المايك قال اسمه الحقيقي رفع عليه قضية انه ليش انا قايل اسم مستعار وانت طلعت باسم الحقيقي مو من حقك انك تفضح خصوصيتي بالفعل يعني هذا الموضوع نحسه مرة متشعب وكبير لا افهم يعني شوفي انت يمكن تعبتي شوي في الموضوع بس افهم وصح هنا صح معك حق انه في ناس مثلا ما تبغى تطلع سواء لوضعها الاجتماعي او العائلي او يعني حفاظا على خصوصيتها ما تبغى انه الناس كلها تعرفها وبالعكس هنا من حقك بس انا اتوقع يعني هذول الناس معروفين في وسطهم يعني معروف هذا مين فلان وفي ناس احنا نعرفهم نعرف هم مين بس هم يستخدمون الاسم المستعار واحنا نحترم هذا الشيء هنا اوكي ما في اي مشكله طبيعي هذا يعني شاعر او فنان او ايا كان عنده محتوى او كاتب يبغى يطلع بهذا الاسم وهذا رغبته لكن الكلام الأساسي أنه على الناس اللي يخوفون الناس اللي مو الكل ما نقول الكل لكن في ناس كتير للأسف تستخدم هذا الشيء عشان تأذي الناس عشان تستغل الناس حتى ماديا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي فأنا أحس أنه اليوم ما صار الموضوع أرجع كلامي ما صار الموضوع ترفيه ما صار الموضوع مجرد انه انا بطلع على السوشيال ميديا عشان انبسط لا صار اذا انت مو موجود على السوشيال ميديا انت اصلا مو موجود في اي مكان انت يعني للاسف منقطع عن العالم انت اي انت بلا هويه يعني انت موجود مجرد عندك هويه بس انت على السوشيال ميديا مو موجود صعب انه احنا نقول ذا الكلام بس هذا الواقع هذا واقع اليوم قاعدين نعيشه يعني انا اعرف يعني شخصيه معينه وسألت ذاك اليوم قلت له طب ايش حساباتك على السوشيال ميديا؟ قالت لي اسمي مها لا تكلمي في السوشيال ميديا انا حتى واتساب ما عندي. صدمتني قلت له انت كيف عايشه؟ يعني انا بس ابغى اتخيل حياتها هي كيف عايشه؟ كيف قاعد تتواصل مع الناس؟ كيف تاخذ؟ كيف تعطي؟ كيف؟ لان الحين الناس ترى اغلبهم يتعرفون يعني اتوقع حتى الواتساب ما عاد صرنا نستخدم الاشياء الرسميه يعني كل سواليفنا على السناب صار السناب يعني. اريح اريح واسرع وخلاص يعني تاخذين راحتك فيه اكثر يعني حتى لو تبغين تسولفين او تقولين شيء او انه الله شوفي هذا الكوب الجديد اللي انا شريته تصورين اسرع اسهل يعني كاستخدام فيعني انا ما ادري احييهم الناس اللي عايشين من غير سوشيال ميديا والله كما انتم عظماء ما شاء الله عليكم بس ما احس انه انا اقدر يعني ما اقدر يعني هذا على قولتهم شر لا بد منه فعشان كذا الواحد دائما يهتم بالاسم بالصوره بالمحتوى بالفكر حتى اللي يطلع عشان ما يقعد يتحسى في مر عليه فتره في يعني كثير ناس يقولون كلام بعدين يجون يسحبون هذا الكلام او يتراجعون عن كلامهم تلاقيهم يتورطون خلاص طاح الفاس بالراس صح يعني انت نزلت هذا الكلام فما ينفع انه انت ترجع عشان كذا الواحد دائما يكون حذر حتى في المحتوى عشان كذا ربي خلق لنا عقل عشان نفكر قبل لا نكتب وقبل لا نعلق وقبل لا نغلط وقبل لا نبحر في اي شيء مشاهدي هنا أكيد مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل بعد الفاصل أنواع فرش المسكرة والاستخدام الحقيقي لكل نوع